بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندسة إسراء إبراهيم من شركة كرييتيف جروب. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن برنامج الريفت المعماري. إن شاء الله احنا هنشتغل في البرنامج ده على فيرجن 2017 اللي هو يعتبر أحدث حاجة نازلة من شركة أوتوديسك. في الفيديو ده عايزين نبتدي إن احنا نتعرف يعني إيه برنامج الريفت، وإزاي برنامج الريفت ده ابتدى إن هو يطلع، وإيه الفرق ما بين برنامج الريفت المعماري وما بين برنامج الأوتوكاد، إيه الحاجات اللي بتبتدي إن هي تميز برنامج الريفت عن برنامج الأوتوكاد، إيه شكل الإنترفيس بتاع الريفت، وإيه الحاجات اللي احنا هنقدر إن احنا من خلال سلسلة الفيديوهات بتاعتنا إن شاء الله إن احنا نبتدي إن احنا نطلعها، ازاي هنمشي السيكونس بتاعنا او هنمشي الترتيب بتاعنا بحيث ان احنا نطلع في اخر سلسله الفيديوهات دي نطلع مشروع كامل باذن الله، سواء كان مشروع اكستيريور او سواء كان مشروع انتيريور داخلي او خارجي. طيب تعالوا كده نبتدي بحاجه بسيطه، نبتدي ان احنا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين برنامج الاوتوكاد وما بين برنامج الريفت، او ازاي برنامج الريفت بدا ان هو يطلع. طبعا لو احنا بدأنا ان احنا نبص لمراحل الرسم من زمان هنلاقي ان كانت اول مرحلة الناس بتبتدي ان هي ترسم بيها هي مرحلة المانيوال درونج. يعني ايه؟ يعني كل واحد بيبتدي ان هو يكون معاه مسطرة ويكون معاه قلم ولوحة وبيبتدي ان هو يرسم المشروع بتاعه او بيرسم مجموعة الرسومات بتاعته. طيب لو احنا بدأنا نبص لمميزات وعيوب المرحلة دي هنلاقي ان كانت عيوبها اكتر بكتير من مميزاتها، بمعنى ان هي كانت بتاخد وقت كبير، كانت بتاخد مجهود كبير جدا. يعني كنت علشان اقدر ان انا اخلص اللوحة بتاعتي كان ممكن اخلصها في 3 ساعات، في 4 ساعات، في 5 ساعات او يمكن اكتر، كل ما بتزيد الديتيلز بتاعتي بتاعت اللوحة كل ما بيزيد الوقت. وكمان كانت بتاخد مجهود كبير جدا ان انا كنت بكون على الترابيزة بتاعتي بتاعت الرسم قاعد لحد ما اخلص اللوحة دي. طيب كان ايه كمان العيوب بتاعتها؟ ما كانش في عملية سيف للداتا بتاعتي، بمعنى ان لو كانت اللوحة دي حصل لها اي حاجة او وقع عليها اي حاجة انا كنت هضطر ان انا اعيد اللوحة دي من اول وجديد. طيب ايه كمان من ضمن عيوب المرحلة المانيوال؟ ان انا كمان كنت بضطر ان انا امشي بمجموعة لوح كبيرة جدا، يعني كل لوحة بيكون عليها رسمة واحدة او مجموعة رسومات، فانا بضطر ان انا امشي بمجموعة لوح كبيرة جدا او بمجموعة ادوات كبيرة جدا. طيب ايه كمان من ضمن عيوبها؟ ان انا لو انا مثلا عندي اي تعديل في مسقط معين او اي تعديل في جزء معين من الرسمة كنت بضطر اعدله في بقية الاجزاء التانية، او كنت بضطر ان انا اعدله في بقية الفيوز التانية او في بقية الاجزاء بتاعتي بتاعت المشروع، ما كانش بيتعدل بمعنى اصح اوتوماتيك. طيب بدأنا ان احنا نشوف العيوب دي، لكن كانت في ميزة موجودة في المانيوال درونج اللي هي ايه؟ اللي هي الدقة بتاعتهم كانت عالية جدا. طب بتاعت مين؟ بتاعت المعماريين القدامى. يعني احنا مش هنحكم على المرحلة المانيوال اللي احنا فيها دلوقتي، لا احنا بنحكم على المرحلة المانيوال بتاعت زمان. طبعا كل المشاريع الكبيرة اللي بقالها 30 و40 سنة او مجموعة المشاريع او الطرق او تخطيط المدن كانت كلها قبل كده بتكون معمولة مانيوال، فكانت الدقة عندهم عالية جدا وكانوا عارفين تفاصيل كل حاجة هم بيبدأوا ان هم يرسموها، فدي كانت الميزة اللي موجودة في المانيوال درون. طيب بدأنا ان احنا نطور على مرحلة المانيوال دروينج دي، بدأنا ان احنا نخش كده في حاجة اسمها الكاد، او بدأنا ان احنا نخش في حاجة اسمها الاوتوكاد دروينج. طيب الكاد ده يعتبر سياسة اسمها ايه، او اختصار لايه الكاد؟ اختصار لحاجة اسمها كمبيوتر ايدد دروينج او كمبيوتر ايدد درافتنج. يعني ايه؟ يعني انا كل اللي هعمله ان انا بدل ما انا كنت برسم بايدي على اللوحة انا كل اللي هعمله ان انا هبتدي ان انا ارسم عن طريق الايه، عن طريق الكمبيوتر. فبدا ان هو يعمل لي ايه؟ بدا ان هو يوفر لي في الوقت كتير جدا، بدل ما انا اللوحة بتاعتي اقدر ان انا اخلصها في 5 ساعات لا اقدر ان انا اخلصها في 2 ساعة، بدل ما انا بخلصها في يوم اقدر ان انا اخلصها في نص يوم، فهو بيوفر في الوقت وفي المجهود كبير جدا. طيب ايه تاني؟ مشكلة ان انا كنت بمشي بمجموعة لوح كبيرة جدا، لا انا دلوقتي عندي فايل اقدر ان انا اجمع عليه اكتر من مسقط او اكتر من فيو، حتى ان انا ممكن احط كل الفيوز بتاعتي على ايه، على شكل واحد او على فايل واحد.
طبعا مشكله ان احنا ما كانش في عمليه سيف للداتا بتاعتي اتحلت. انا بقى في دلوقتي عندي فايل اوتوكاد اقدر ان انا ارجع له بعد شهر، بعد 2، بعد سنه، بعد 10، انا الفايل اللي عندي ده موجود قدامي. لكن كان الكاد ستيل لسه فيه عيوب معينه. ايه العيوب بتاعت الكاد؟ يمكن من اشهرها انه لو انا حبيت ان انا اعدل في مسقط معين ستيل لسه ما بيعدلش بقيه المساقط. يعني لو شلت مثلا شباك من الدور الاولاني مش معنى كده ان هو هيتشال من الاليفيشن او من السكشن او من ال 3D، لا، انا بضطر ان انا امشي على كل الفيوز بتاعتي دي، وبضطر ان انا اشيل الايه، اشيل الشباك او اشيل الباب، الحاجه اللي انا شلتها او الحاجه اللي انا ايه ضفتها. فستيل لسه حته التعديل ان هو مش بيعدل اوتوماتيك. طيب الحاجه التانيه ان انا بتعرض جدا ان بتكون في فايلات اوتوكاد بتضرب. يعني ايه بتضرب؟ يعني الفايل مره واحده الاقيه قفل، واجي افتحه مره تانية ما الاقيش فيه اي انواع من انواع الرسومات بتاعتي. طيب المشكله دي بتحصل ليه؟ بتحصل لسببين. اولا، يا اما ان انا برسم على فايل الكاد بطريقه غلط او بطريقه عشوائيه زي ما بنقول، او الحاجه التانية ان مساحه فايل الكاد دي كبرت قوي لدرجه ان هي وصلت لليمت معين، الفايل مش قادر ان هو يستحمل كميه الحاجات اللي موجوده عليه، فبالتالي قفل، او بمعنى صح هو هنك فقفل. تمام. طيب طبعا شركه اوتوديسك هي المصدره لبرنامج الاوتوكاد، وهي المصدره كمان لبرنامج الريفت، فالشركه على طول في استمرار او بتستمر في التطوير دايما، فطلعت حاجه اسمها البيم تكنولوجي، او طلعت حاجه اسمها البي اي ام. طيب البيم تكنولوجي ده اختصار لايه؟ لحاجه اسمها بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج انفورميشن موديلنج. طيب بيلدينج انفورميشن موديلنج دي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا علشان اعمل اي موديل في الدنيا، عشان اعمل اي مشروع، وموديل دي هو يقصد بيها مشروع، عشان اعمل اي مشروع في الدنيا انا لازم يكون معايا حاجتين، معايا حاجه اسمها بيلدينج ومعايا حاجه اسمها انفورميشن. بيلدينج دي يعني الادوات اللي انا ببتدي ان انا ابني بيها، او الادوات اللي انا ببتدي استخدمها علشان هكمل في المشروع بتاعي. الحاجة التانية الانفورميشن، المعلومات اللي انا ببتدي ان انا اديها للبرنامج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا علشان اعمل مشروع في الطبيعي، المشروع ده بيكون عبارة عن ارضيات، بيكون عبارة عن حوائط، بيكون عبارة عن سلابة، او بيكون عبارة عن سقف، بيكون عبارة عن فرنيتشر، بيكون عبارة عن مواد تشطيب او ماتيريالز او خامات ببتدي ان انا احطها. فانا المفروض ان انا اكون عارف كل الانفورميشن الخاصة بالمشروع، او كل المعلومات الخاصة بالمشروع. طيب المعلومات الخاصة بالمشروع دي انا بستفيد بيها في ايه؟ هنقول حالا بستفيد بيها في ايه. دلوقتي نفترض لو انا بعمل حيطة في المشروع بتاعي، او بعمل وول، تمام؟ الحيطة دي اكيد في الطبيعي او اكيد في الواقع مش هتتساب على الطوب الاحمر، او مش هتتساب على البنى بتاعها، بيتحط لها طبقات تشطيب وبيتحط لها ماتيريال فنش في الاخر. سواء الحيطة دي بقى هيتحط عليها مثلا ماتيريال بينتينج، او هيتحط عليها لو كانت حمامات او مطابخ فيتحط عليها سيراميك مثلا، اي نوع من الانواع بتاعه التشطيب. طيب انت دلوقتي زي ما انت في الطبيعي المفروض ان انت مش هتسيب الحيطه بتاعتك على الماتيريال اللي انت باني بيها، نفس الحكايه انت في الريفت ما ينفعش ان انت تقول له انا الحيطه بتاعتي هتكون 25 سنتي اللي هي عرض الطوبه بتاعتي وخلاص، لا، لازم تديله طبقات التشطيب، ولازم تديله كمان الماتيريال بتاعه الفينش. لو انا الحيطه بتاعتي دي فيها باب، فانا لازم اديله الباب ده عرضه قد ايه، ارتفاعه قد ايه، سمك الباب قد ايه، وكمان الماتيريال بتاعه الباب هي ايه. تمام. يبقى انا دلوقتي علشان ادي اي حاجة او اي جزء من اجزاء المشروع بتاعي، انا لازم بدي لكل جزء الانفورميشن دي. يعني مثلا لو انا عايز ادي ان انا عندي ترابيزة مثلا، فلازم ادي الترابيزة دي هي ارتفاعها قد ايه، وهي عرضها قد ايه، وكمان مثلا الايه السمك بتاعها، لو انا عندي اجزاء 3D فالسمك بتاعها قد ايه، لو انا عندي شباك فلازم ادي عرض الشباك، ادي ارتفاع الشباك، ادي السيل هايت او ادي الجلسة بتاعت الشباك، والماتيريال كمان بتاعت الشباك دي. تمام. يبقى احنا كده فهمنا انه فكره البام تكنولوجي ده ان هو بيعتمد ان في اي مشروع انت بتديني ادوات للبيلدينج، وبتديني كمان انفورميشن للبرنامج نفسه علشان يقدر انه يتعرف على المشروع ده كمشروع كامل. تمام. طيب الفرق ما بين الكاد بقى وما بين الريفت ايه؟ احنا قلنا ان الكاد ده يعتبر سياسه، هو مش برنامج، هو كمبيوتر ايدد دروينج.
والرافيت هو شغال بسياسه البيم او البي اي ام اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج. الفرق اللي ما بين الاثنين ان انت في الكاد انت اللي بتديله كل الحاجات بتاعتك بتاعه المشروع، يعني انت اللي بترسم له البلان، انت اللي بترسم له السكشن، انت اللي بترسم له الاليفيشن. انت لو انت كمان حبيت ان انت تطلع جدول من الجداول بتاعه الحصر والتشطيبات انت اللي بتبتدي ان انت تديها له. لكن في البيم بروجكت او في البيم تكنولوجي لا، مش انت اللي بتديله الحاجات دي، هو اللي بيديك الحاجات دي. ليه؟ لان انت اديت له الانفورميشن الكامله بتاعه المشروع، فبالتالي لو انت احتجت ان انت الانفورميشن دي تخرج لك على هيئه بلان، تخرج لك على هيئه سكشن، تخرج لك على هيئه جدول، تخرج لك على هيئه شوت 3 دي، يقدر ان هو يخرجها لك. بمعنى اصح او باختصار احنا بنمثل ان الريفت ده هو عباره عن برنامج كده بيعتمد على سياسه المدخلات والمخرجات. يعني لو انت اديت لي انفورميشن هتقدر بعد كده ان انت تطلع الانفورميشن دي على اساس مخرجات معينه، لكن طول ما انت مش بتديني الانفورميشن بتاعه الموديلنج انا مش هقدر ان انا ادي لك اي جزء من الاجزاء بتاعه المشروع. يبقى انا ده باختصار الفرق ما بين الاوتوكاد والفرق ما بين الايه الريفت. بداوا كمان ان هم يطوروا دلوقتي في مرحله الكاد، وبداوا ان هم يطلعوا الكاد المعماري او الاركتكتشر اوتوكاد. ليه؟ علشان يكون بيوازي مرحله الايه الريفت او مرحله البيم تكنولوجي. تمام. طيب نقدر ان احنا نطلع من على البيم تكنولوجي ده، طبعا اكيد كل الناس فاهمة الفرق ما بين الـ 3D والـ 4D والـ 5D والـ 6D والـ 7D. فالـ 3D أنا ببتدي إن أنا المشروع ما بيكونش عندي حاجة 2D، لأ ده بيكون عندي حاجة كمان 3D، فأنا بدخل البعد الثالث فيه في المشروع. الـ 4D ببتدي إن أنا أدخل في المشروع عامل الـ time أو عامل الوقت. الـ 5D ببتدي إن أنا أدخل فيه عامل الـ cost، عامل التكلفة. الـ 6D والـ 7D بدخل فيهم حتة الاناليسز وحتة المانجمنت، ازاي ان انا ادير المشروع وازاي ان انا اعمل تحليلات للمشروع بتاعي ده. طيب طبعا اي مشروع عندنا ما بيكونش معماري بس، او ما بيكونش مدني بس، او ما بيكونش ميكانيكا بس، او ما بيكونش كهرباء بس. في الريفت بيعلمك ازاي تبتدي ان انت تطلع مشروع كامل، سواء المشروع ده انت هتشتغل عليه كمعماري، او هتشتغل عليه حد مدني فيشتغل عليه من الجزء المدني، او كهربا فيشتغل عليه من الجزء الكهربي، او ميكانيكس فيبتدي ان هو يشتغل عليه من الجزء الميكانيكال بتاعه. احنا نقدر ان بدل ما انا كنت في الاوتوكاد بخلي لو انا شغاله معماري فبيبقى ليه فايل بلوح معينه بشكل معين، ولو انا شغال انشائي بيبقى ليه لوح تانيه بشكل تاني بفايل تاني. لا، انا المشروع بتاعي كله فايل واحد، واقدر ان انا اشتغل عليه معماري وانشائي وميكانيكال والكتريكال وبلامبنج كمان في نفس الوقت. يعني المشروع بتاعي كله حاجه واحده، كله مرتبط ببعض. لو انا جيت غيرت حاجة في الرسومات المعمارية هتبتدي ان هي تظهر عند الانشائي، لو انا غيرت حاجة في الانشائي يبتدي ان هي تظهر عند الكهرباء، لو انا غيرت في الكهرباء يبتدي ان هو يظهر عند الميكانيكال، وهكذا. المشروع كله كونكتد ببعضه. وفي هنا او في النقطة دي هو بدأ انه يحاول انه يعالج النقطة اللي ما كانتش موجودة في المانيول واللي ما كانتش موجودة في الاوتوكاد، ان المشروع كله يكون حاجة واحدة والمشروع كله يكون مرتبط ببعض. بمعنى ان انا في الريفت لما ببتدي ان انا اعدل في حاجة معينة انا ببتدي ان انا اعدل في كل الحاجات اللي في المشروع. يعني انا لو عندي مثلا باب او لو انا عندي شباك، الباب او الشباك بتوعي دول بيبتدوا لو انا حطيتهم في فيو مثلا معين بتظهر في الاليفيشن وبتظهر في السكشن وبتظهر في الثري دي. لو انا الشكل بتاعي بتاع بدأت ان انا اشيله، او الباب بتاعي بدأت ان انا اشيله، او الشباك بتاعي بدأت ان انا اشيله، هيبتدي ان هو يتشال من السكشن ومن الاليفيشن ومن الثري دي. لو انا عملت اي تغيير في البلان هيتغير في بقية المساق. طيب تعالوا كده مع بعض نبتدي ان احنا نشوف ايه مميزات الريفت. زي ما قلنا هو بيعتمد على سياسة البيم تكنولوجي اللي هي بتخليني ان المشروع بتاعي يكون حاجة تقارب الواقع، او بتكون حاجه واقعيه اقدر ان اشتغل عليها معماري وانشائي وكهرباء وميكانيكا واي جزء من اجزاء المشروع. تمام. اقدر ان انا اطلع من عليه كل الحاجات بتاعتي بتاعه المشروع. يعني انا كنت في الكاد علشان ابتدي ان انا اطلع سكشن مثلا معين كنت بضطر ان انا اخد مثلا اسقاطات من البلان وببتدي ان انا اطلع السكشن بتاعي ده زي هنا
تمام، كنت انا اللي برسم الحاجات بتاعتي، كنت علشان اعمل اليفيشن لازم انا اللي اضطر ان انا اعمل الاليفيشن بتاعتي، كنت علشان اطلع ال 3 دي انا اللي لازم اعمل ال 3 دي. لكن في الريفت لا، انت مجرد ما بترسم لي بلان كامل بالتفاصيل بتاعتك انت اوريدي ممكن تطلع السكشن كامل، ممكن تطلع الاليفيشن كامل، ممكن تطلع ال 3 دي شوت كامل. نقدر كمان ان احنا نطلع من عليه، وده بيهتموا بيه المهندسين اللي هم تبع المكتب الفني او مهندسين الحصر والمستخلصات، لو انا عايزه اطلع جدول بالتشطيبات. يعني مثلا بعد ما خلصت المبنى بتاعي انا عايزه ابتدي ان انا اقول له انا عايز احسب كميه السيراميك اللي انا هستخدمها في المبنى، او كميه البياض اللي انا هستخدمها في المبنى، او كميه الباركيه اللي انا هستخدمها في المبنى. طبيعي جدا لو انا وانا بعمل الحاجات بتاعتي سواء الحيطه سواء الارضيه سواء السقف سواء لو انا ما اديتلوش اصلا الماتيريال بتاعت الفنش دي، هو مش هيقدر على اساسها ان هو يحسب الكميه في الاخر مجمعه قد ايه. زي ما قلنا هو بيعتمد على المدخلات والمخرجات، فنقدر ان احنا من عليه نطلع كل الاجزاء بتاعه المشروع، نقدر من عليه ان احنا نطلع كل الجداول بتاعة الحصر والمستخلصات، ودي هتعتمد علينا ان احنا لازم ندخل له الانفورميشن بتاعتنا كاملة. نقدر من عليه ان احنا نطلع انتيرير واكستيرير شوتس، يعني اقدر من عليه ان انا اطلع شوتس داخلية وشوتس خارجية. اللي بيفرق في حتة الشوتس الداخلية عن الخارجية او الانتيرير عن الاكستيرير مكان وضع الكاميرا بتاعتك، انت بتحط الكاميرا بتاعتك فين. لو حطيتها جوه المبنى هتطلع انتيرير شوت، لو حطيتها بره المبنى هتطلع اكستيرير شوت. تمام، يبقى انا اقدر كده ان انا من خلال المشروع بتاعي اطلع بلانات، اطلع سيكشنز، اطلع اليفيشنز، اطلع 3 دي داخلي وخارجي. اقدر كمان ان انا اتحكم في الحاجات اللي موجودة في السايت، يعني اقدر ان انا اعمل توبوجرافي للمشروع كله، اقدر ان انا اعمل ارض سواء الارض دي ستريت او الارض دي مايله او الارض دي فيها شكل تضاريس مثلا معينه، نقدر ان احنا نعملها. ونقدر كمان ان احنا نحط حاجه اسمها السايت كومبوننتس او العناصر بتاعت السايت، شجر، عربيات، طرق، بني ادمين، شوارع مثلا، جزيره في الشارع ده، ادق التفاصيل ممكن نبتدي ان احنا نعملها. طبعا لو احنا جينا بصينا هنا ده مثلا مثال لانتيري شوت معمول ببرنامج الريفت. الانتيري شوت ده انا هلاقي ان هو محطوط فيه او معمول فيه حيطان، معمول فيه سقف، معمول فيه لايتنج معين او معمول فيه اضاءات معينه، معمول فيه ستيرز، معمول فيه ريلينج يعني سلم، وكمان الهاند ريل بتاع المشروع، ومحطوط كمان فيه ماتيريال. او انا شايف ان الشكل بتاعي مش شكل موديلنج، هو شكل يقارب الحقيقة شوية. ليه؟ لأن احنا في جزء هناخده إن شاء الله في سلسلة الفيديوز بتاعتنا حاجة اسمها الماتيريال والرندر. هو الريفت بيعمل رندر، أو طبعا هو بيعمل رندر، هنقدر إن احنا نتحكم في السيتنجز بتاعت الرندر دي، هنتعلم ازاي ان احنا نحط الماتيريالز وازاي نبتدي ان احنا نتحكم فيها وازاي اطلع الشكل بتاعي قريب للشكل الواقعي اللي احنا شايفينه قدامنا. اي شكل مهما كان للاكستيرير هنتعلم ان احنا ازاي نعمله، سواء كان الشكل ده سمبل موديل، يعني سواء كان شكل عادي او شكل ما فيهوش اي حاجه، حاجه بسيطه جدا نقدر ان احنا نعملها كموديلنج، او سواء كان الشكل بتاعنا حاجه زي كده، وده يعتبر حاجه اسمها اورجانيك شيب او شكل كده فري فورم. طيب الشكل الفري فورم ده احنا هنبتدي ان احنا نتعامل معاه في جزء في الفيديوز بتاعتنا حاجه اسمها الماسنج والموديل ان بليس. في الماسنج ده احنا بنعتبر ان الريفت كانه تحول بالظبط لقطعه صلصال معانا، قطعه الصلصال دي كانها معاك انت بتبتدي ان انت تشكلها زي ما انت عايز. ممكن تشكلها تطلع شكل كرسي، ممكن تشكلها تطلع شكل كنبه، ترابيزه، وحده لايتنج معينه، ممكن تشكلها وتطلع كمان شكل للموديل بتاعي exterior organic او free form زي ما احنا عايزين. يبقى احنا هنتعلم كمان في سلسلة الفيديوز بتاعتنا ازاي ان احنا نطلع sample shapes او sample models، وهنتعلم ان احنا كمان نطلع حاجة organic او حاجة free form بتاعتنا. طبعا حتة ان احنا ناخد sections سواء كانت sections بقى section اللي هو ال 2D او سواء كان section 3D زي ما احنا شايفين، هنتعلم ان احنا ازاي نطلعها. كل الحاجات اللي بتكون موجودة في السايت او الحاجات اللي بتكون موجودة في اللاندسكيب بتاعتنا هنتعلم كمان ان احنا ازاي نطلع. تمام، طيب
دي كده كانت سامبلز بسيطة للشكل بتاع الريفت. طب ايه كمان بيتميز بيه الريفت جدا؟ حاجة اسمها الوركينج درونجز. ايه بقى الوركينج درونجز دي؟ طبعا احنا عارفين ان انا عندي فيه رسومات بتكون خاصة بالديزاين وفي رسومات بتكون خاصة بالوركينج. طيب الرسومات اللي بتكون خاصة بالوركينج الفرق اللي ما بينهم ان انا في الوركينج ببتدي ان انا ازود تفاصيل او ازود ديتيلز في المشروع عندي. طيب هل الريفت بيعمل ووركينج؟ يعتبر الريفت البرنامج رقم واحد ان هو يطلع لي لوحة ووركينج بكل التفاصيل بتاعتها وفي اقل وقت ممكن. يعني انا اقدر ان انا اطلع مشروع ووركينج في ساعتين ثلاثة. طب ازاي؟ لان هو بيبقى سهل جدا ان هو يعمل لي جريدز او يعمل لي زي ما بنقول كده في الاوتوكاد سنتر لاينز. تمام، اقدر ان انا عليه احط حيطان بطبقات التشطيب بتاعتها بالانديكيشنز بتاع طبقات التشطيب دي بكل حاجه. اقدر ان انا من عليها اطلع سيكشنز كامله بالتوصيفات بتاعتها. طب التوصيفات دي جايه لي منين؟ جايه لي ان انا اديت الانفورميشن بتاعه الموديل بتاعي ده من الاول كامل. فهو زي ما قلنا لو انت اديت له انفورميشن هيقدر ان هو يطلع لك الحاجه اللي انت عايزها. اقدر ان انا سواء كان مشروع ووركينج او سواء كان مشروع ديزاين اقدر ان انا اجمعه على لوحه او اجمعه على تمبلت وانا اللي اختار شكل التمبلت دي وابتدي كمان ان انا اعمل ايديتنج فيها. يعني احنا هنشوف ازاي ان انا بعمل شيت زي ده او لوحه زي دي. طبعا اللوحه دي بيكون مكتوب فيها اسم المشروع واسم المالك واللوحه دي بسكيل ايه وهتتسلم ازاي وكمان ايه التوصيفات بتاعتها. كل الحاجات دي هنبتدي ان احنا نشوفها وازاي نبتدي ان احنا نعمل ايديتنج عليها. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ان احنا هنطلع من الريفت عندنا سواء كانت رسومات ديزاين او سواء كانت رسومات ووركينج سواء ده او سواء ده. طيب طبعا السيت اب بتاع برنامج الريفت هو سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، وان شاء الله احنا هننزل كمان فيديو خاص بتسطيب برنامج الريفت. المفروض ان اول ما هنبتدي ان احنا نسطب برنامج الريفت عندنا المفروض ان بيطلع لي الشاشه دي. تمام، طيب الشاشه دي متقسمه بايه؟ متقسمه لحاجتين، حاجه اسمها البروجكتس وحاجه اسمها الفاميليز. طب ايه الفرق ما بين البروجكتس والفاميليز؟ البروجكتس دي عباره عن مجموعه مشاريع جاهزه او مشروع جديد انا هبتدي. بمعنى ان البروجكتس دي انا لو جيت بصيت هنا بلاقي ان هو حاطط لي ثلاث مشاريع. الثلاث مشاريع دول مشاريع جاهزه موجوده في البرنامج شركه اوتوديسك عاملاهم بحيث ان احنا نقدر ان انا اخش على المشروع ده واشوف هو معمول ازاي، اشوف ايه الحاجات اللي البرنامج مطلعها، ممكن اخد جزء او حاجه من الحاجات اللي عجباني دي وابتدي ان انا احطها في المشروع عندي. فانا كاني بعمل ايه؟ كاني عندي تمبلت جاهزه ممكن ابتدي ان انا اشتغل منها او ابتدي ان انا اتعلم عليها. فدي كده اللي هي الايه؟ البروجكتس الجاهزه. طيب الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل نيو بروجكت، يعني ابتدي ان انا اعمل مشروع جديد وهو ده اللي احنا هنبتدي ان احنا نعمله، ان انا هبتدي اعمل مشروع جديد. طيب امال ايه الفاميليز دي؟ الفاميليز دي اللي هي الجزء الخاص بالمكتبه او الجزء الخاص بالفرنيتشر بتاعي، يعني سواء ان انا احط بقى كنب، ترابيزات، احط مثلا اي اجزاء من اجزاء الفرش سواء كان انتيريور او سواء كان اكستيريور، ازاي ان انا احط مثلا حاجات ممكن تكون خاصه بستراكشر شويه، ازاي ان انا احط تراسز، ازاي ان انا احط بيمز، ازاي ان انا احط مثلا حاجه لو خاصه بكهرباء فازاي ان انا احط لايتنج يونتس بالتفاصيل بتاعته بالتركيبات بتاعته بكل حاجه. فالفرق اللي ما بين البروجكتس والفاميليز ان البروجكتس دي هي المرحلة الأولانية اللي احنا هنخش عليها عشان أعمل المشروع بتاعي، بعد كده هبتدي إن أنا جوه المشروع أبتدي إن أنا أحط الفاميليز بتاعتي. طيب بلاقي عندي في البروجكتس ده حاجة اسمها أوبن وحاجة اسمها نيو. طب إيه الفرق ما بين أوبن ونيو؟ طبعا أوبن لو أنا جيت ضغطت عليها هيبتدي إن هو يفتح لي شاشة كده اللي هو الجهاز بتاعه، يبتدي ان هو يقول لي لو انت عندك اصلا مشروع انت عامل له سيف قبل كده وعايز تبتدي ان انت تفتحه من جوه البرنامج. نيو بيبتدي ان هو يفتح لي زي صفحة او زي تمبلت والتمبلت دي فاضية او البروجكت ده فاضي. قبل ما نبتدي ان احنا نشوف ايه الفرق ما بين اوبن ونيو وحاجه كده اسمها الاركتكتشر تمبلت، هنبتدي ان احنا نخش على مشروع من المشاريع الجاهزه عندنا ونشوف منها شكل الانترفيس بتاع الريفت عامل ازاي. طيب لو دخلت على مثلا المشروع الاولاني اللي هو اسمه سامبل اركتكتشر بروجكت او سامبل اركتكتشر موديل، هيبتدي ان هو يعمل لي لودنج ليه او هيبتدي ان هو يحمله لي علشان هيفتحه. تمام،
وقت ما هنبتدي ان احنا نفتح المشروع بتاعها، هنبتدي ان احنا نشوف شكل الانترفيس متكون من ايه بالظبط، هنبتدي ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطلعها من المشروع بتاعي، وشكل المشروع في الاخر هيطلع عامل ازاي. طيب بدأ ان هو يفتح لي زي صفحة كده، طبعا هي مختلفة تماما عن صفحة الاوتوكاد اللي احنا متعودين عليها. طيب الشاشة دي او الانترفيس ده متكون من ايه؟ بيكون متكون من كذا جزء. اولا بيكون عندي في الرابت مينيو، في عندي كده زي زرار فوق مكتوب عليه R اللي هو رابت مينيو. ايه بقى الرابت مينيو دي؟ دي زي قائمة كده موجودة في كل البرامج اللي احنا بنشتغل عليها او في كل السوفت ويرز اللي احنا بنشتغل عليها، سواء كانت الاوتوكاد، سواء كان الريفت، الماكس، السكتش اب، المايا، اي برنامج بيكون فيه المنيو دي. طيب المنيو دي بيكون فيها الاوامر اللي انا تقريبا بشتغل بيها على طول، او الاوامر اللي انا بستخدمها في العادي على طول، ازاي ان انا اعمل نيو فايل، ازاي ان انا اعمل اوبن لفايل قديم، ازاي ان انا اعمل سيف، سيف از، اعمل امبورت، اكسبورت، اعمل ازاي برنت، اقفل البرنامج بتاعي خالص. فانا دي تعتبر الريفت منيو او القايمه بتاعه الريفت الاساسيه. طيب بيكون عندي في بعد كده زي تابس او زي مجموعة أوامر كده، كل أمر بيبتدي إن هو يتفتح لي مجموعة أوامر تانية تحتي. بمعنى إيه؟ إحنا قلنا إن أنا الريفت عندي بيشتغل كمعماري، بيشتغل كإنشائي، بيشتغل ككهرباء، كميكانيكا، كأي جزء أو أي بارت في المشروع عندي. بمعنى إن أنت لو دوستلي على التاب بتاعت الأركتكتشر، أنت هتلاقي كل الأوامر الخاصة بالأركتكتشر أو كل الأوامر اللي تخليني إن أنا أعمل موديل كمعماري. تمام، لو جيت دخلت على الاستراكشر فانا هلاقي كل الاجزاء او كل الاوبشنز بتاعتي او كل الادوات بتاعتي اللي تخليني ان انا اعمل المشروع كانشائي. لو دخلت على السيستم نفس الحكايه، لو دخلت على الانسرت نفس الحكايه، لو دخلت على الانوتيت نفس الحكايه. طيب بمعنى ان انت مثلا لو دخلت لي على التاب اركتكتشر هتلاقي مجموعه هنا ادوات او مجموعه تولز. التولز دي متقسمه كاتيجوريز، يعني متقسمه اقسام. بمعنى احنا قلنا ان انا الريفت بيعتمد على سياسه كده اسمها البيم تكنولوجي او البي اي ام. طيب البيم ده او حرف البي هو بيرمز للبيلدينج. طب البيلدينج ده بيتمثل فين هنا في الورك سبيس بتاعتي؟ بيتمثل في الجزء اللي فوق او في مجموعه التولز اللي فوق اللي احنا هنستخدمها بنسبه 90%. طيب التولز دي زي ما قلنا هي متقسمه كاتيجوريز. اعرف منين ان هي متقسمه كاتيجوريز؟ ان انا بلاقي بعد مجموعه ادوات بلاقي فيه زي سيبريتور او زي خط فاصل كده، وبيبتدي ان هو يخش لي على مجموعه اوامر تانية ويحط لي سيبريتور تاني، ويبتدي ان هو يخش لي على مجموعه اوامر تالتة وهكذا. فمثلا بيقول لي والله انت عندك في امر اسمه وول، تتعلم ازاي تعمل حيطه. الحيطه دي ممكن تبتدي ان انت تحط فيها دور او ويندو، باب او شباك. طيب عملت لي الحيطه وحطيت فيها الابواب والشبابيك، ممكن تبتدي ان انت تحط لي كومبوننتس، يعني تبتدي ان انت تحط لي اجزاء الفرش بتاعتي سواء كان فرش انتيرير او فرش اكستيرير. طبعا الكولومز او الاعمده، طبعا الاعمده دي هي مش تبع مدني بس، اي مشروع برضو معماري لازم بيكون بيتعرف فين اماكن الايه الاعمده بتاعتي. في حاجه اسمها روف وفي حاجه اسمها سيلينج. طب ايه الفرق ما بين الروف والسيلينج؟ الفرق بمنتهى البساطة ان انا الروف ده هو السقف الخارجي للمبنى بتاعي، انما السيلينج ده هو السقف الداخلي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يكون في عندي موديل السقف بتاعه من بره مايل لكن من جوه السقف بتاعه ستريت، فلا في عندي حاجة اسمها روف وحاجة اسمها سيلينج، ده مختلف عن ده تماما. عندي حاجة اسمها فلور، عندي حاجة اسمها أرضية، عندي حاجة اسمها كيرتن سيستم وكيرتن جراد وموليوم، ودول هنبتدي ان احنا ندرسهم ان شاء الله في الفيديو الخاص بالكيرتن وول، ازاي ان انا اعمل حيطة ازاز، ودي اللي بتكون موجودة في معظم الاليفيشنز بتاعتنا او في معظم الواجهات بتاعتنا. بيكون في عندي حاجة اسمها ريلينج، الهاند ريل بتاعي بتاع السلم او بتاع الرامب او بتاع المنحدر. عندي حاجة اسمها رامب، عندي حاجة اسمها ستيرز، السلالم بكل الانواع بتاعتها. تمام، عندي حاجه اسمها الروم اند اريا. ايه الروم اند اريا دي؟ لو انا جيت كده بصيت او لو جيت عملت زوم ان على اي فراغ عندي هلاقيه ان هو حاطط لي في الفراغ ده اسمه ورقمه وكمان المساحه بتاعته.
دي بنجيبها منين؟ من الجزئيه الخاصه بالروم اند اريا، ويمكن دي جزئيه خاصه بالوركينج ديتيلز شويه، او بالتفاصيل اعمال الايه بتاعه التنفيذ شويه. ازاي ان احنا نعمل اوبننج، ازاي ان احنا نعمل فتحات، ازاي ان انا اعمل جريد اللي هي بتتمثل في ايه؟ في السنتر لاينز اللي موجوده عندي اللي هي 1 2 3 4 او اي بي سي، تمام؟ وازاي حاجه اسمها الوركينج بلين او المساحه اللي انا ببتدي ان انا اشتغل عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مجموعه الادوات اللي عندي فوق دي هي التولز اللي بتخليني ان انا اطلع اي مشروع معماري بطريقه صح. طبعا التولز دي مختلفه تماما عن التولز اللي موجوده في الاوتوكاد، بمعنى ان انا في الكاد ما بلاقيش، في الاوتوكاد العادي مش في الاوتوكاد المعماري، في الاوتوكاد العادي ما بلاقيش الوول والدور والويندو والكومبوننت والحاجات دي، انا بلاقي اللاين السيركل الارك البوليجون. وده الفرق كمان ما بين الكاد والريفت، ان الاوتوكاد بيعتمد على ال2 دي تولز، يعني الادوات ال2 دي. انا لو جيت رسمت خط في الارض، الخط ده مش هيطلع لي حيطه في ال3 دي، لكن لو انت جيت رسمت حيطه في الارض هتطلع لك حيطه في ال3 دي. بمعنى ان انت لما تيجي، وده بيأكد نفس الحكايه اللي احنا قلناها في اول الفيديو، ان انا مجرد ما برسم بلان كامل بكل التفاصيل بتاعته، انا بلاقي بعد كده ان ال3 دي بتاعي كامل بكل التفاصيل. ليه؟ لان هو متعرف ان ده عباره عن حيطه، ان ده عباره عن شباك، ان ده عباره عن روف، ان ده عباره عن هاند تريل، ان ده عباره عن سلم، وهكذا. يبقى ده الفرق ما بين حاجه اسمها الدروينج اوردرز وحاجه اسمها البيلدينج اوردرز. يبقى الجزء بتاع البيلدينج او اول حرف من البم بيتمثل فين؟ بيتمثل في الجزء اللي فوق ده. طيب الحرف الثاني اللي هو الاي اللي هو الانفورميشن، ده بيتمثل فين؟ بيتمثل في الجزئين اللي عندي، الجزء اللي على اليمين حاجه اسمها البروجكت براوزر، والجزء اللي على الشمال حاجه اسمها البروبرتيز. طب ايه البروجكت براوزر والبروبرتيز دي؟ البروجكت براوزر ده يقصد بيه عرض وضعيات المشروع. يعني ايه؟ يعني بيجيب لي كل الوضعيات بتاعتي بتاعه المشروع، بدايه من البلانز لحد ال3 دي. بمعنى ايه؟ لو انا جيت بصيت هنا بلاقي ان هو كاتب لي حاجه اسمها فيوز اول، كل الايه الشكل بتاع العرض بتاعي. فبيجيب لي مثلا، هتلاقوها برضو متقسمه ككاتيجوريز، يعني مثلا دي الفلور بلانز اللي هي الايه البلانات بتاعتي. ادي مثلا ليفل 1، يعني ده مثلا البلان بتاع الدور الارضي. ده مثلا ليفل 2 اللي هو البلان بتاع الدور الاولاني. ده مثلا السايت، السايت اللي هو ايه، يعتبر اللي اوت او الموقع العام بتاعي بتاع المشروع. فانا عندي دي كده مجموعه الفلور بلانز او مجموعه البلانز بتاعتي. طيب يجي بعد كده يقول لي والله ده انت عندك حاجه اسمها 3 دي فيوز، الوضعيات بتاعه كمان ال 3 دي، سواء كانت مثلا الابروتش مثلا، يعني ده كده المدخل، سواء كان مثلا عندي هنا وضع تاني، سواء كان انتيريور حاجه انتيريور، يعني عندي مثلا هنا ده كيتشن هيبقى بيعرض المطبخ بتاعي من جوه، فسواء كان انتيريور او سواء كان اكستيريور. طيب السؤال هنا، هل الحاجات اللي موجوده في ال 3 دي فيوز قبل مرحله الريندر ولا بعد مرحله الريندر؟ لا طبعا دي قبل مرحله الريندر. انا شايف ان الترابيزه بتاعتي دي مثلا خشب، او شايف عليها التكتشر بتاع الخشب، بس مش شايفها بشكل الصوره اللي انا وريتها لكم اللي هي السامبل بتاعه الانتيريور او بتاعه الاكستيريور. فال 3 دي فيوز دي الاماكن بتاعه الشوتس بتاعتي اللي انا هبتدي بعد كده، او الاماكن اللي انا حطيت فيها الكاميرا بتاعتي اللي انا هبتدي بعد كده ان انا اعمل لها عمليه ريندر، او ابتدي ان انا اظهرها بعد كده. الاليفيشنز الواجهات بتاعتي، وطبعا احنا ما بنعملش اي حاجه في الواجهات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل حاجه بتحطها في البلان هي اوريدي بتظهر لك في الاليفيشن، وبيجيب لك كمان الفور اليفيشنز بتاعتك، وبيجيب لك كمان لو انت شغال كووركينج بيجيب لك كمان الليفلز، وبيحسب لك الارتفاعات بتاعه الليفلز، مش زي ما انت كنت في الاوتوكاد بتبتدي ان انت تحسب الارتفاعات بنفسك. لا، هو جايب لك الليفلز بتاعتك، وجايب لك كمان الاسقاطات بتاعه السنتر لاينز او بتاعه الجراد في الايه في الاليفيشنز بتاعتك. كمان بيجيب لنا السكشنز، لو انا عايز اخد سكشن في المبنى بتاعي، طب ايه ده، هو انا السكشن ده انا رسمه بالتفاصيل بتاعتي اللي فيه؟
خالص. انت كل اللي بتعمله في الرفت ان انت بتحدد له بس مكان القطع او مكان السكشن بتاعك هيبقى فين، وبتحدد له الاتجاه بتاع النظر بتاع السكشن ده، سواء فوق تحت يمين شمال وهكذا. طب ايه ده، امال الاشكال بتاعت مثلا المطبخ اللي محطوطه هنا؟ اصلا انت الفرنيتشرز دي انت حاططها اصلا في البلان، فاوريدي لما انت بتيجي تقطع مثلا ومريت بجزئيه عندك اوريدي هيبان الاليفيشن بتاعها، او لو انت قاطع فيها مثلا زي سواء قاطع في السلم او سواء قاطع في الهاند ريل او سواء قاطع مثلا في الكيرتن وول بتاعتك، هيبان لك كمان القطع اللي فيها. تقدر كمان ان انت في السكشن ان انت تعمل زوم ان على منطقه معينه او على جزء معين، وده احنا بنسميه في الوركينج عندنا ان انا ممكن اخد ديتيل، اخد تفصيله، والتفصيله دي ممكن تكون مثلا زي كده، يعني مثلا ممكن تكون زي وول سيكشن تفصيله، والتفصيله دي ابتدي كمان ان انا اخد منها تفاصيل معينه بلاقيها مثلا في الايه، في الديتيلز، اخد تفصيله وتكون بسكيل اكبر. يعني انا عندي المشروع بتاعي كله انت يا دوب اديت له في الاول الانفورميشنز الجاهزه بتاعه المشروع دي، بعد كده تقدر ان انت تاخد منه كميه الفيوز اللي انت عايزها او كميه الرسومات اللي انت عايزها. نيجي بعد كده لحاجه اسمها الريندرنج. ايه الريندرنج دي؟ دي اول نتيجه للريندر موجوده في الريفت، او دي زي ما بنسميها اللو كواليتي بالنسبه للريفت، بس بيبين لي فيها شويه الفرق ما بين عمليه الريندر. احنا شفنا الشوت ده لما كان عباره عن ايه؟ عباره عن موديلنج بس، هو كده كان عباره عن موديلنج، ما كنتش شايف فيه اي اضاءه، ما كنتش شايف فيه الماتيريالز بطريقه كويسه، لكن هنا بدات ان انا اشوف الدنيا. اه الكواليتي بتاعته مش عاليه قوي، ولكن بدات ان انا اشوف عمليه الريندرنج بتاعته. طبعا حاجه اسمها السكادجولز، الجداول، زي ما قلنا انا اقدر ان انا اطلع اي جداول لاي حاجه، جداول للفرنيتشر، جداول للابواب، جداول للشبابيك، جداول للكميات، جداول للتشطيبات، اي جداول اقدر ان انا اطلعها. الشيتس اقدر ان انا اجمع اكتر من رسمه او اكتر من فيو في لوحه واحده، وابتدي كمان ان انا اعمل برينتنج ليها، ابتدي ان انا اطبعها. تمام، اقدر ان انا اجمع اي مجموعه رسومات على اي شيت، سواء الشيت ده خاص بالوركينج او سواء الشيت ده خاص بالايه، بالديزاين. بمعنى ان انا البروجكت براوزر ده بيجيب لي كل وضعيات المشروع بتاعتي، انا عندي فايل واحد فيه كل الوضعيات بتاعتي، علشان اتنقل من اي وضع للتاني باجي على الوضع اللي انا عايزه. يعني انا مثلا هنا في الشيت عايز اروح لاعدل حاجه معينه في البلانز، فاقدر ان انا ادوس دبل كليك كده على ليفل 1 وابتدي ان انا اعدل فيه اي حاجه، عايز اروح ابص مثلا على الاليفيشن فاقوم رايح على الاليفيشن بتاعتي واقوم دايس عليها دبل كليك وهكذا. طيب نيجي بعد كده للبروجكت براوزر. طب ايه البروجكت براوزر ده؟ احنا عرفنا ده كده، سوري، البروجكت براوزر. طب امال ايه البروبرتيز دي؟ البروبرتيز دي يقصد بيها خصائص. طيب خصائص ايه؟ خصائص اي حاجه انا بعمل لها سيلكت، يعني خصائص اي حاجه انا ببتدي ان انا اعمل تحديد او مارك عليها. بمعنى ان انا لو جيت عملت مثلا سيلكت على الشباك ده، بيطلع لي هنا ان انت عملت لي شباك او عملت لي سيلكت على سنجل ويندو. تمام، الاسم بتاعه في المكتبه ستاندرد، ده شكله محطوط على ليفل كام، السيل هايت بتاعته كمان كام. ايه السيل هايت دي؟ اللي هي الجلسه بتاعه الباب او الجلسه بتاعه الشباك. طب هنا هو محطوط على جلسه مكتوبه كام؟ مكتوبه زيرو. طب لو انا كتبت له ان الجلسه بتاعتي دي مثلا، جيت من هنا كتبت له ان الجلسه بتاعتي دي 50 سنتيمتر، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي انه اوتوماتيك يرفع الشباك بتاعي عن الليفل اللي موجود عليه اللي هو ليفل 2، بدا ان هو يرفعه 50 سنتي. يبقى انا فايده البروبرتيز بتاعتي ان انا بيطلع لي خصائص اي حاجه انا بعمل لها سيلكت، وبالتالي اقدر ان انا اغير في الخصائص دي زي ما انا عايزه. يعني مثلا الروف بتاعي ده، ده روف بيزك، يعني روف كده مغطى. تمام، اقدر ان انا اغير نوعه مثلا اخليه ازاز. تمام، وده اللي احنا مثلا بنعمله لو انا عندي اي حاجه كاتريوم او كحاجه السقف بتاعها ازاز او السقف بتاعها مثلا مش متغطي، بيدخل لي مثلا وحدات اضاءه او بيدخل لي اضاءه طبيعيه او او او، اقدر ان انا اغير الايه، البروبرتيز بتاعتي. اقدر ان انا الهاند ريل بتاعي ده اقدر ان انا اغير شكله، اغير ارتفاعه، اغير السكنس بتاعه وهكذا. يبقى دي فايده البروبرتيز. يبقى انا عندي اي شكل او اي حاجه في الموديل بتاعي بتحكم في الانفورميشن بتاعتها من خلال يا اما البروجكت براوزر يا اما قائمه البروبرتيز.
طيب دول كده الجزئين اللي هما اللي على اليمين واللي على الشمال، الجزئين اللي خاصين بالايه؟ بالانفورميشن عندي، وده تاني حرف اللي هو الاي. طيب تالت حرف اللي هو الام او الموديلنج، ده بيتمثل فين بقى؟ ده بيتمثل في الورك سبيس اللي موجوده في النص عندي، او في المساحه الفاضيه اللي موجوده في النص عندي، سواء ان انا بعمل موديلنج او دي الموديلنج سبيس بتاعتي، سواء كنت بعمل موديل ك 3 دي او ببتدي ان انا اشتغل عليها كبلان، ببتدي ان انا اشتغل عليها كاليفيشن كسكشن، ايا كان احنا هنشتغل عليها ازاي. يبقى انا كده عرفت ان الانترفيس بتاعي بتاع الريفت بياكد لي فعلا ان هو شغال على سياسه البيم تكنولوجي. سياسه البيم تكنولوجي دي مش شغاله على الريفت بس، لا شغاله على الريفت، شغاله على ال 3 دي ماكس الجديد، شغاله على البرامج بتاعت المايا وبتاعت الراينو، يعني شغاله على معظم البرامج مش شغاله على الايه؟ برنامج الريفت بس. يبقى احنا كده عرفنا ان البيلدنج بيتمثل في الجزئيه اللي فوق، انفورميشن بتتمثل في الجزئين اللي على اليمين واللي على الشمال، الموديلنج بيبتدي ان هو يشتغل في الجزء اللي فين؟ في الجزء اللي في النص. تمام؟ طيب ده كده بالنسبه ليه كان مشروع جاهز او مشروع كده موجود عندنا، اللي هي قلنا المشاريع بتاعه اوتوديسك اللي موجوده، منها بنبتدي ان احنا نفتحها عشان نشوف بس ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطلعها من المشروع بتاعنا. طيب احنا دلوقتي عايزين نبتدي ان احنا نفتح صفحه جديده نبتدي ان احنا نشتغل عليها. طيب معظم الناس هتبتدي ان هي تقول لك على طول احنا اوبن دي هيفتح لي فايل اصلا موجود في الجهاز عندي، انا هبتدي ان انا اشتغل بحاجه اسمها نيو. طيب النيو ده هيعمل ايه؟ هيبتدي ان هو يفتح لي حاجه اسمها تمبلت فايل. طب ايه التمبلت فايل دي؟ او يعني ايه تمبلت؟ تمبلت دي يعني صفحه فاضيه متعرف فيها كل الاتجاهات بتاعتي، زي ما قلنا احنا شفنا من شويه ان هو بيجيب لي الاربع اليفيشنز. طيب انا لو جيت فتحت صفحه فاضيه خالص او مش تمبلت معروفه، الصفحه الفاضيه خالص دي هل هو هيبقى عارف فين مكان النورث والساوث والايست والويست؟ اكيد لا طبعا. طيب هل هو هيبقى عارف ان في عندي بلانز وسكشنز واليفيشنز و3 دي ورندر وسكادجولز والحاجات دي؟ برضو لا. طيب بنعمل ايه؟ انا ما ببتديش ان انا اشتغل على نيو دي خالص، انا بعرف تمبلت موجوده عندي، والتمبلت دي بيكون متعرف فيها كل الاجزاء بتاعه المشروع، انا ببتدي ان انا اشتغل جواها، يعني كانها زي في الاوتوكاد كده، كانه فايل عندي متعرف فيه كل اللايرز مثلا، واللايرز دي بالوانها وباللاين ويت بتاعها وبكل حاجه. طيب يبقى انا مش هشتغل على نيو، طب انا هشتغل على ايه؟ على حاجه اسمها الاركتكتشر تمبلت، او حاجه اسمها الديفولت متريك. طب دي بنجيبها منين او بنعرفها ازاي؟ دلوقتي احنا لازم نبقى واخدين بالنا ان انا عندي حاجتين مهمين في البرنامج، او لازم يكونوا عندي. لازم يكون عندي في الاول السورس بتاع البرنامج او الفايل اللي انا بعمل منه سيت اب للبرنامج نفسه، وبيكون عندي في حاجه اسمها اللايبرري او في حاجه اسمها المكتبه بتاعه الريفت. ايه المكتبه بتاعه الريفت دي؟ دلوقتي احنا في الكاد كنا علشان نعمل مثلا افرش بلان معين او افرش سكشن معين او افرش اليفيشن معينه، كنت بعمل ايه؟ كنت ببتدي ان انا ادور ايه الوحدات بتاعه الفرنيتشر بتاعتي او الحاجات اللي انا عايزه احطها، وببتدي ان انا ادور عليها من على النت، اللي هي بمعنى اصح بنقول اسمها البلوكس او اللي اسمها البلوكات. فكنت بعمل بدور على البلوكس دي من على الانترنت، وببتدي ان انا اعمل لها داونلود، وببتدي ان انا كمان ايه احطها عندي في مكتبه خاصه بيا او في فولدر خاص بيا. طيب الريفت علشان بيطور على او بيعالج العيوب بتاعه الكاد، شركه اوتوديسك قالت ايه؟ طب احنا هنعمل مكتبه اسمها مكتبه الريفت. المكتبه دي هنقدر ان احنا فيها نحط نسبه 60 او 70% من الكومبوننتس او من ادوات الفرش او من البلوكس اللي موجوده الخاصه بالريفت على الانترنت، ونبتدي ان احنا نحطها جوه البرنامج. تمام؟ بمعنى ان احنا كل واحد زي ما قلت لازم يبقى معاه الحاجتين، لازم يبقى معاه فايل السورس بتاع البرنامج، ولازم يبقى معاه المكتبه. المكتبه دي بتبتدي ان هي تنزل من على الموقع، او لو حد هينقلها من حد تاني هي بيبقى اسمها الريفت لايبرري او المكتبه بتاعه الريفت. اول استخدام ليها هنستخدمه دلوقتي حالا، ان انا بعرف منها التمبلت المظبوطه اللي انا هبتدي ان انا اشتغل عليها. يبقى انا فايده المكتبه ان انا بحتاجها في الكومبوننتس بتاعتي، بحتاجها كمان في الاول قبل ما ابتدي المشروع ان انا بعرف التمبلت بتاعتي. طيب هعرف التمبلت ازاي؟ هبتدي ان انا افتح الريفت مينيو، اللي هي زي ما قلنا المينيو اللي احنا هنبتدي ان احنا نشتغل بيها على طول. تمام؟ فانا هبتدي ان انا اشتغل على الريفت مينيو دي، فهبتدي ان انا ادوس عليها وهلاقي تحت حاجه اسمها الاوبشنز. طيب ايه الاوبشنز دي؟
دي بيجيب لي الخصائص الخاصة بكل حاجة في السيت اب بتاع البرنامج او في السيت اب بتاع الريفت. طيب يبقى بدوس على ار وبعد كده اوبشنز، بعد كده بخش على حاجة اسمها فايل لوكيشنز، ار اوبشنز فايل لوكيشنز. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي بروجكت تمبلت فايل، بيقول لي انت ليك ان انت تبتدي تعرف فايف بروجكت تمبلت، يعني ليك ان انت تعرف اكتر من تمبلت واحده لحد خمسه، يعني من اول 1 تمبلت لحد خمسه. طيب انا طبعا عندي هنا ما فيش اي تمبلت محطوطه لان انا لسه مسطبه البرنامج. هنبتدي ان احنا ندوس على علامه البلس اللي هي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها اد فاليو، او اللي انا بحط منها التمبلت. طيب اول ما بدوس على علامه البلس دي بتطلع لي حاجه اسمها براوز فور تمبلت فايل، براوز فور تمبلت فايل، بدا ان هو يفتح لي البرنامج، بدا ان هو يفتح لي الجهاز بتاعي. طيب الجهاز بتاعي هنبتدي ان احنا نشوف احنا حاطين فين المكتبه بتاعتي دي. المكتبه بتاعتي دي بقدر ان احطها في اي مكان، في اي بارتيشن، على الديسكتوب، في اي حاجه، لكن بيقول لك الافضل ان انت تحطها في السي علشان تبقى ضامن ان انت ما تشيلهاش او ما تعملهاش ديليت في اي وقت من الاوقات. طيب المكتبه بتاعتي دي بيكون ليها اكتر من اسم، يا اما ريفت لايبرري، يا اما حاجه اسمها راك، يا اما اي اسم، المهم ان دي المكتبه بتاعتي. طيب هنخش على فولدر هنا اسمه راك 2014 او المكتبه بتاعه 2014. ليه بنستخدم المكتبه بتاعه 2014؟ لانها كانت تقريبا اكبر مكتبه فيها كميه كومبوننتس عندي. طيب هبتدي ان انا اخش على راك 2014، هلاقي فيه هنا فولدر اسمه ايه؟ فولدر اسمه تمبلت. جوه راك 2014 بلاقي فيه فولدر اسمه تمبلت. جوه التمبلت بلاقي مجموعه تمبلتس كده، تمبلتس بلاقيها ان هي عباره عن صفحه بيضه بس متعرف فيها ايه دول؟ متعرف فيهم الواجهات الاربعه بتوعي او الفور اليفيشنز بتوعي اللي هم النورث والساوث والايست والويست. تمام؟ طيب انت بتختار لي ايه؟ انت بتختار لي يا اما حاجه اسمها الاركتكتشر تمبلت، يا اما حاجه اسمها الديفولت متريك. الاركتكتشر تمبلت دي هيبتدي ان هو يشتغل البرنامج كمعماري، او دي كده التمبلت المعماري بتاعتي. الديفولت متريك يقدر ان هو يشتغل بيها البرنامج كمعماري، كانشائي، كستراكشر، كاي حاجه احنا عايزينها. طيب هنختار يا اما دي يا اما دي، مش هتفرق، فاحنا هنختار مثلا اركتكتشر تمبلت وهبتدي ان انا ادوس على اوبن. ايه اللي حصل؟ بدا ان هو يظهر لي الاركتكتشر تمبلت موجوده هنا، نزلت لي في الليست بتاعتي. اول ما هبتدي ان انا ادوس على اوكي ابتدت ان هي تنزل لي تحت اوبن وتحت نيو. يبقى انا دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بعمل خطوه تعريف التمبلت اللي انا هبتدي ان انا اشتغل عليها المشروع بتاعي صح من الاول. قلنا منين؟ من ار اوبشنز فايل لوكيشنز، هبتدي ان انا ادوس على علامه البلس او اد فاليو، هخش جوه المكتبه اشوف انا حاطط فين المكتبه بتاعتي، فهخش جوه المكتبه هبتدي ان انا هلاقي فولدر اسمه تمبلت، جوه التمبلت هلاقي حاجه اسمها الاركتكتشر تمبلت او الديفولت متريك. اول ما بتدوس على اوبن بتبتدي ان هي تنزل معايا هنا، وببتدي ان انا ادوس على اوكي فبتفضل معايا. طبعا الخطوه دي احنا مش بنعملها كل مره انا بخش فيها على البرنامج، لا احنا بنعملها اول مره بس انا بسطب البرنامج، بمعنى ان انا لو جيت قفلت البرنامج وفتحته مره ثانيه هلاقي الاركتكتشر دي موجوده عندي زي ما هي. هندوس على الاركتكتشر فيبتدي ان هو يعمل لي ايه؟ هيفتح لي التمبلت بتاعتي الجديده المظبوطه اللي هي زي بالظبط المشروع اللي احنا فتحناه من شويه. الفرق ان المشروع ده فاضي ما فيهوش اي حاجه، احنا اللي هنبتدي ان احنا نعمل عليه كرييت، لكن شكل الانترفيس بتاعي زي ما هو، جزء البيلدنج فوق، جزء الانفورميشن على اليمين وعلى الشمال، وجزء الموديلنج كمان موجود عندي فين؟ موجود عندي في النص. تمام؟ طيب طبعا الخطوه الاولانيه اللي احنا لازم نعملها اول ما بنعمل سيت اب للبرنامج عندي هي التمبلت. طيب بعد ما بعمل التمبلت الخطوه الثانيه اللي انا ببتدي ان انا اعملها ان انا لازم اظبط اليونتس بتاعتي بتاعه المشروع. هو انا دلوقتي هشتغل المشروع بتاعي بالمتر ولا بالسنتيمتر ولا بالملي ولا بالانش ولا بالفيت ولا بالكيلو؟ هبتدي ان انا اشتغل عليه بانهي وحده معينه؟ طيب هيبتدي ان هو يقول لي زي ما انت عندك خطوه اليونتس اللي انت بتظبطها في الاوتوكاد، انت تقدر ان انت تخش كمان على اليونتس من هنا. طيب اي امر عندنا في الريفت اقدر ان انا اجيبه يا اما من مجموعه التولز اللي فوق دي او مجموعه التابس الموجوده فوق عندي، او اقدر اجيبه باختصار.
او بالاختصارات. طيب الاختصارات في الريفت مختلفة عن الكاد في حاجة، الاختصارات في الريفت بتكون كلها عبارة عن حرفين، يعني مش حرف واحد. يعني في الاوتوكاد كان مثلا امر اللاين اختصاره ال، البولي لاين اختصاره بي ال، مثلا البوليجون اختصاره بي او ال. في اختصارات حرف واحد، وفي اختصارات حرفين، وفي اختصارات ثلاث حروف. في الريفت كل الاختصارات عندي عبارة عن حرفين. الحاجة التانية ان انا الاختصارات في الريفت ما بدوس بعدها انتر، او ما بدوس بعدها سبيس اللي موجودة في الكيبورد اللي هي السبيس بار، لا انا بدوس مجرد بس الاختصار بيطلع لي الامر على طول. يعني انا لو من هنا دوست على يو ان اللي هو الاختصار بتاع امر اليونتس يو ان، ايه اللي حصل؟ بدأ ان هو يطلع لي كده حاجة اسمها البروجكت ايه، البروجكت يونتس. تمام، يبقى بدا ان هو يطلع لي حاجه اسمها البروجكت ايه، البروجكت يونت. طيب البروجكت يونتس دي انا بجيبها منين؟ تاني بجيبها من قائمه كده او من تاب موجوده فوق اسمها تاب مانج، وبلاقي هنا حاجه اسمها البروجكت ايه، البروجكت يونت. يبقى انا كده علشان اظبط اليونتس بتاعتي عندي طريقتين، يا اما ان انا من قائمه مانج بدوس على حاجه اسمها سيتنجز، حاجه اسمها البروجكت يونت، يا اما ان انا لو مش حابب او لو انا عارف الاختصار بتاعي فانا ممكن من قائمه اركتكتشر العاديه خالص او دايس يو ان. طيب في البروجكت يونتس دي هو بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي كل الوحدات بتاعه المشروع بتاعتي، سواء كانت لينس، سواء كانت اطوال، سواء كانت اريا مساحه، سواء كانت فوليو حجم، سواء كانت انجل زاويه، سواء كانت سلوب ميل معين. طيب بلاقي في اللينس عندي هنا هو حاسب اللينس بايه؟ بالمليمترز او بالمليمتر. دايما بيقللوا في الوحدات بتاعه القياس، يعني بيستخدموا المليمتر. ليه؟ علشان يبتدوا ان الوحدات دي تكون ادق. حتى في الاوتوكاد الوحده الديفولت اللي الكاد بيشتغل بيها في الاول هي وحده الايه، وحده المليمتر. فانا هنا برضو هشتغل بالايه، او الديفولت بتاع الريفت ان هو بيشتغل بالمليمتر. طب هل احنا هنشتغل بالمليمتر او لا؟ انا لو جيت دوست على الرقم اللي موجود عندي ده بلاقي هنا في حاجه اسمها اليونتس، اقدر ان انا اشتغل مثلا بالمتر، بالسنتي، بالملي، بالانش، بالفيت، زي ما انا عايز، بالفيت والانش زي ما انا عايز. تمام، بره بيشتغلوا بالفيت والانش لان هي تعتبر وحدات معيارية او ما بتتغيرش مع الوقت. طيب احنا لو افترضنا ان انا اشتغل هنا بالمتر، بيقول لي هنا في حاجة اسمها الراوندنج. ايه بقى الراوندنج دي؟ دلوقتي انا لو جيت في الووركينج ان انا اطلع الابعاد بتاعتي، في اي لوحة ووركينج بيكون مكتوب الابعاد بتاعتي. طيب البعد ده لما يجي يطلع، لو انا عندي مسافة ما بين حيطة وحيطة 5 متر، هل الوحدة اللي هتطلع لي او هل الرقم اللي هيطلع لي هيطلع لي مقرب لحد اقرب رقم صحيح، ولا ممكن اقول له 1 ديسيمال بليس يعني يطلع لي كمان رقم عشري معايا واحد، ولا رقمين عشريين، ولا ثلاثة، ولا يطلعه لي 0 ديسيمال يعني يطلعه لي لحد رقم عشري واحد. يعني الراوندنج دي يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها الرقم بتاعي هيطلع جنبيه كام رقم بعد العلامة. طيب احنا بنختارها ايه؟ احنا بنختارها 2 ديسيمال. ليه؟ علشان انا لو محتاج تفاصيل معينه ما بحتاجش في التفاصيل دي ثلاث ارقام عشريه، انا محتاج بس ايه، رقمين معينين. طيب الحاجه الثانيه حاجه اسمها اليونت سامبل. ايه بقى اليونت سامبل دي؟ انت برضو هتطلع لي مثلا بدل ما انت كنت هتطلعها دلوقتي 5 متر، انت هتطلعها 5.01. طيب هل عايز يكتب جنبيها الوحده ولا مش عايز يكتب جنبيها الوحده؟ يعني انا لو قلت له ان اليونت سامبل متر، فايه اللي هيحصل؟ هيبتدي ان هو يكتب لي المتر دي دايما جنب الايه، جنب الرقم بتاعي، مش هيطلعه لي لوحده كده من غير الوحده بتاعتي. يبقى انا عندي الحاجات اللي انا بغير فيها حاجه اسمها اليونت، حاجه اسمها الراوندنج، وحاجه كمان اسمها اليونت ايه، اليونت سامبل. مجرد ما ببتدي ان انا اخلص الثلاثه دول وادوس على اوكي، بلاقي اوريدي ان هو ظبط اللينس بتاعي ان هو يكون بالايه، ان هو يكون بالمتر. الاريا بقت بالمتر سكوير، الفوليوم بقى بالمتر كيوب، الانجل مثلا بالدرجه، السلوب مثلا بالميل بتاعي، وهكذا. مجرد ما هدوس على اوكي، مجرد كده ما انا ظبطت اليونتس بتاعته، او بدا ان الريفت يفهم ان انا لو جيت كتبت ان الحيطه بتاعتي دي طولها 10، هي اوريدي ال10 دي 10 متر، لو كتبت له 5 فهي 5 متر، لو كتبت له 3 فهي 3 متر، وهكذا. طيب في نقطة عندنا في الريفت هي ميزة مهمة جدا برضو مش موجودة في الاوتوكاد وموجودة في الريفت بس بالنسبة لحتة اليونتس دي.
دلوقتي نفترض لو انا جيت عملت له وول كده او عملت له حيطه وقلت له ان الحيطه دي مثلا الطول بتاعها مثلا 10، احنا لسه ما اخدناش ازاي ان احنا نعمل وول معينه او ايه امر الوول ده، بس هنفترض ان انا قلت له انا الوول بتاعتي دي 10. طيب اما كتبت وول و10 انتر، هو قرا ان الحيطه دي 10 متر. طيب ليه؟ لان انا مظبطه اليونتس بتاعتي ان هي تكون بالمتر. طب لو انا نسيت اظبط اليونتس بتاعتي دي، او انا مش فاكر هل انا ظبطتها بالمتر ولا مش ظبطتها بالمتر، لو انا اكيد كتبت او لو انا قلت له ال 10 متر، الحيطه ال 10 متر دي لو بالسنتي هتبقى كام سنتي؟ هضربها في 100 فهتبقى 1000 سنتي. فلو قلت له انا هعمل لك وول تانيه او حيطه تانيه بس كتبت عليها 1000 وكتبت جنبها سي ام انتر، ايه اللي حصل؟ رسم لي نفس الحيطه بالظبط بنفس العرض بتاعها او بنفس الطول بتاعها. طب لو جيت قلت له طب انا عايزه ان ال 10 متر دي تبقى بالملي، فهي هتبقى كام؟ هضربها في 1000 هتبقى 10000، فهكتب 10000 وكتبت جنبها ام ام او ملي متر ودوست انتر، ايه اللي حصل؟ رسم لي نفس الحيطه بالظبط، هي نفس الحيطه لو انا كتبت جنبها 10 ام. نظبطها كده، هي نفس الحيطه لو انا كتبت 10 ام. فانا عملت ايه؟ انا بدات ان انا اظبط ان هي تكون بالمتر. يبقى انا عندي حتى لو انا نسيت خطوه ان انا اظبط اليونتس بتاعتي دي، انا اقدر ان انا اكتب الوحده بتاعتي او ان الريفت بيفهم الوحده اللي انا بكتبها بعد اي رقم، سواء كان الرقم ده انا مظبطه من اليونتس الديفولت بتاعتي او كنت كاتب جنبيه متر او سنتيمتر او ملي متر. تمام؟ اقدر كمان ان انا لو جات لي لوحه فيها حاجه بالمتر وحاجه بالسنتي وحاجه بالملي، فانا عندي مثلا انا كده مظبط التمبلت بتاعتي ان هي تكون بالمتر، لو حبيت ان انا ارسم وول تانية وقلت له الوول التانية دي وهو قايلها لي من هنا ان هي 50 سنتي، فاقدر ان انا اكتب 50 سنتي. تمام؟ بدل ما انا اقعد احول الوحده في دماغي واقول دي هتبقى 0.5 meters، لا انا اقدر على طول ان انا اكتب 50 سنتي واقول له بعد كده الحته دي هتكمل ايه 2 متر فاكتب 2 متر وهكذا. يبقى انا اقدر ان انا الوحدات كمان اللي موجوده قدامي في الورقه عندي اقدر ان انا اكتبها زي ما هي، سواء كان بقى كانت وحدات بالمتر على الملي على السنتي، الريفت بيفهم الوحده اللي انا بكتبها. تمام؟ يبقى احنا النهارده اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا او عرفنا ايه خطوات ان الريفت طلع او ازاي الريفت طلع او طلع علشان يطور على ايه بالظبط، سواء في المرحله المانيوال او سواء في المرحله بتاعه الاوتوكاد، ايه الفرق ما بين الاوتوكاد وما بين الفرق ما بين الريفت، ايه الحاجات اللي احنا هنتعلم من خلال سلسله الفيديوز بتاعتنا ان احنا نطلعها من الريفت، هنطلع مشروع كامل سواء المشروع ده سامبل موديل او اورجانيك او سواء انتيرير او سواء اكستيرير. اتعلمنا ايه شكل الانترفيس بتاعنا بيتكون من ايه، ايه الحاجات الاساسيه اللي هو جزء البيلدينج والانفورميشن وجزء الموديلنج، بدانا ان احنا نفتح مشروع قديم ونشوف ايه الحاجات اللي احنا هنخرج بيها من الريفت بتاعنا، بدانا ان احنا نتعرف ازاي ان انا اعرف التمبلت بتاعتي المظبوطه او ازاي ان انا اعرف التمبلت بتاعتي اللي احنا هنبتدي ان احنا نشتغل عليها، بدانا كمان ان احنا نخش جوه المشروع بتاعنا وبدانا ان احنا نتحكم في اليونتس. تمام؟ كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، استنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي مع شركه كرييتيف جروب. السلام عليكم ورحمه الله.